السلام عليكم، كبسولة صحتك. والله العظيم مش كل كحة تيجي للطفل محتاجة مضاد حيوي. والله العظيم مش كل كحة تيجي للطفل محتاجة مضاد حيوي. المضاد الحيوي يا جماعة مش بيتاخد غير في حالات العدوى. كلمة مضاد حيوي معناها هو مادة بتقتل البكتيريا. طب انت عندك كحة من حساسية، عندك كحة من شوية برد، ايه دخل البكتيريا؟ ليه بتدخل مضاد في النص؟ كثرة استخدام المضادات الحيوية وتكرار استخدامها او ان انت تستخدمها اللي هو حبة حبتين اللي هو جرعة غير كاملة، ده بيعمل مشكلتين خطيرين جدا جدا. المشكلة الاولى هي ان حضرتك لما بتاخد مضاد حيوي بشكل متكرر او بجرعة غير مناسبة، بتروح البكتيريا اللي موجودة عند حضرتك او العدوى الموجودة عند حضرتك تقتل بعضها، البعض اللي موجود التاني ده بيروح يتعرف على المضاد الحيوي ده وينتج عنه سلالات تقاوم المضاد ده. عشان كده في كتير جدا من التحاليل اللي هي بتتعمل بتاعت مزارع البكتيريا فيها بكتيريا مقاومة لأغلب المضادات الحيوية اللي موجودة، ودي كارثة سودة والله. المشكلة التانية ان حضرتك لو متعود مثلا تدي ابنك كل ما يتعب ولا يكح ولا يهق ولا يماء مضاد حيوي، فجهازه المناعي بيعتمد على المضاد الحيوي دوت في مكافحة الامراض، فبالتالي لو اي بكتيريا عبيطة كده دخلت جسم ابنك بدل ما جهازه المناعي يطردها، لا هتتعبه وتمرضه وتنيمه جنبك.